احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، أقيمت شعائر صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن أحد أقدم وأعرق مساجد القاهرة بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية والتشريعية والدينية. وجاءت خطبة الجمعة التي أعدتها وزارة الأوقاف تحت عنوان الأداب والحقوق العامة للمجتمع وأثر هذا في رقي وبناء حضارته. أوضحت أيضا إلى أي مدى حافظ هذا الدين الحنيف على مشاعر الإنسان، وهي أداب الاستئذان وأداب الطريق والأماكن العامة وأداب التعامل مع كبار السن وأدوي القدرات الخاصة من خلال التوعية بقضايا الدين والمجتمع التي تسهم في بناء الفرد القاهرة القومي، وينطلق من مسجد السلطان حسن. هذه تهدف إلى رمزية واضحة إلى أن مصر هي عبق التاريخ، مصر هي الحضارة، مصر هي التقدم. مصر بمسجد السلطان حسن وإيواناته وأروقته ومدارسه الفقهية والقرآنية على المذاهب الأربعة تنم على أن مصر إسلامية منذ قديم الزمان. هذا المسجد برمزيته الذي يحاكي المسجد الجامع الأزهر الشريف ليبرز قيمة واضحة، وهي أن الإسلام ضارب بعمق جذوره في أرض مصر وعلى أرض مصر.